مشاهدينا خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها أنه تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، هتعلن وزارة الثقافة فتح باب التقدم للدورة الخامسة من جائزة الدولة للمبدع الصغير 2025، وده ابتداء من الأول من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2024. النهاردة هتنطلق فعاليات الدورة السابعة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة الدكتور أسامة رؤوف في 7:30 مساء على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، وده بحضور كوكبة من نجوم الفن بمصر والوطن العربي وأعضاء الهيئة العليا للمهرجان، وهم الفنان لطفي لبيب والفنانة صفية العمري والفنان إيهاب فهمي والفنانة لقاء الخميسي والفنان أحمد وفيق. النهاردة هتنطلق بالعاصمة الإدارية الجديدة فعاليات النسخة الأولى من القمة العالمية للبنية التحتية العامة الرقمية DPI اللي بتستضيفها مصر ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الدولي للاتصالات والبنك الدولي وبتنظيم من مؤسسة CoDevelop خلال الفترة من 1 ل 3 أكتوبر بمشاركة نخبة من القيادات من القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات الدولية والخبراء من مختلف دول العالم.